حملة أكيد مهمة جدا من قبل اللجان داخل النادي الأهلي، بتحديد لجنة الطفل من قبل النادي الأهلي بشكل عام، وكيفية يعني مواجهة هذه الجزئية وهذه المشكلة اللي ممكن تكون متواجدة في فترة من الفترات عند بعض الأطفال، وكيفية تكوين شخصية كمان للأطفال. ده شيء مهم جدا وده دور اجتماعي هام جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي. خلينا نروح سريعا ناخد على الهاتف الأستاذة هاجر مقبول، عضو اللجنة العليا والمشرفة على لجنة الطفل. يا أستاذة هاجر مساء الخير عليكي. تنور يا فندم، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كل تمام الحمد لله بخير. طبعا عايزين تفاصيل اكتر عن طبعا الماراثون ان شاء الله هيكون يوم الجمعه، او اليوم بشكل كامل يوم الجمعه هيكون ماشي ازاي، واهميه هذه الحمله المهمه والندوه اللي هتكون اهم كمان من خلال انا ضد التنمر ومواجهه التنمر بالنسبه للاطفال. الحقيقه طبعا هو زي ما حضرتك عارف لجنه الطفل لجنه وليده ولسه جديده، وده اول الانشطه اللي بتقوم بيها. هو النشاط منقسم الى جزئين، هيتم الاول ماراثون للدرجات بالتعاون مع اتحاد الدرجات واتحاد الرياضه المدرسيه بحضور معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي. هيعقب الماراثون دون مجموعه من الانشطه زي ما حضرتك قلت، ندوات توعيه في اطار دعم النادي الاهلي لحمله انا ضد التنمر. طبعا هي معروف انها حمله قوميه برعايه المجلس القومي للطفوله والامومه وبالشراكه مع وزاره التربيه والتعليم، عده جهات الحقيقه، والتعليم الفني واليونيسف وبدعم من الاتحاد الاوروبي. هيحضر معانا نجمي الكره كابتن وليد سليمان وكابتن حسام عاشور. هيعقد الندوه، هيعقد الماراثون ندوه ندوه توعيه للكبار هتستهدف المدربين في الانشطه الرياضيه والفرق الرياضيه والاباء والامهات كطريقه يعني لشرح ايه هو التنمر وانواعه وازاي يتعاملوا معاه، وخصوصا التنمر ده ممكن يمارسه الكباتن نفسهم اثناء يعني اثناء التمرينات عن غير قصد، يعني كنوع من تحفيز الطفل او حاجه. قد يعني ده قد يحدث، وقد يحدث في المدارس. التنمر ده نفسه حاجه مش بس بيعاني منها الاطفال، بس بيتعرض ليها الكبار كمان. هيعقد ده برضو ندوه ثانيه مصغره او مبسطه اكثر للاطفال، هتبقى مستهدفه الاطفال بس، فهتشرح لهم ايه هو التنمر وان هو سلوك سيء وان احنا لازم ننبذه، وهيبقى بطريقه مبسطه شويه، طريقه حكي صور وحكي قصص. بعد كده على هامش اليوم هيبقى في نشاط فني، الاطفال في حديقه الطفل هتلون صور عن التنمر ويفهموا من خلالها بشكل مبسط انه ده حاجه سيئه، يعني مثلا صوره ولد بيقع واصحابه بيضحكوا عليه، حد بيضرب حد، فيبقوا فاهمين ان دي حاجه سيئه ومش المفروض نعملها. وبعد كده كل اسم كل طفل هيتكتب على الصوره بتاعته، هتتعلق على فريم كبير بعنوان لجنه الطفل والاهل يدعم انا ضد التنمر، وهيبقى فريم دائم جوه النادي. تمام، اكيد ده او دي جزئيه مهمه جدا، بس عايز اعرف برضو اصل انتوا اكيد عملتوا مجهود كبير جدا، ازاي تم التنسيق للايفنت ده بشكل عام او لليوم كامل بشكل عام في ظل حضور عدد كبير من الشخصيات المهمه، في ظل حضور عدد من المؤسسات كمان المهمه اللي بترعى او بتشارك في اليوم ده؟ هو زي ما بقول لحضرتك ده البدايه بتاعت لجنه الطفل، وهم الحقيقه كانوا متحمسين جدا كاعضاء للجنه. انا قصدي في التنسيق والتواصل مع الناس اللي هتشارك في اليوم بشكل كامل. اتفضلي. انا هقول لحضرتك فضل. احنا زي ما قلت لحضرتك هم متحمسين، كانوا متحمسين وكانوا حابين يدمجوا اكتر من كان في مقترح من اكتر من حد ان احنا ندمج اكتر من جهه من الجهات المعنيه بموضوع التنمر. وتم التنسيق بين برعايه طبعا مجلس الاداره، الحقيقه مجلس الاداره دعمنا جدا في أكيد. الموضوع دون أكيد. وكان في توجيهات جوه النادي للفرق الرياضيه وللكباتن باهميه المشاركه والحضور، وتم التنسيق مع اليونيسف، والحقيقه اليونيسف رحبوا جدا بالمشاركه يعني بان هم يشتركوا معانا في الحمله، اتحاد الدرجات، اتحاد الرياضه المدرسيه، وزاره التربيه والتعليم زي ما قلت لحضرتك، واللجان نفسها بقى جوه النادي. يعني طبعا ده مش جديد على يعني على روح الناس طبعا جوه في النادي. طبعا لجان كتير اول ما عرفت طبعا ان احنا بنعمل نشاط مهم زي كده عرضت علينا المشاركه، ومعانا مجموعه كبيره من اعضاء اللجان والاعضاء نفسهم جوه النادي، حتى اللي هم مش اعضاء لجان بشكل رسمي، لا اعضاء مشتركين او اعضاء مشاركين في النادي وفي اللجان شاركوا معانا وهيقفوا معانا في اللجان المنظمه وفي كل الانشطه يعني الخاصه باليوم.
طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اكيد نتمنى لكم كل التوفيق. استاذه هاجر مقبول عضو اللجنه العليا والمشرفه على لجنه الطفل كانت معانا على الهاتف ووضحت لنا اليوم بالتحديد من جمعه وبالتحديد يعني مواجهه التنمر، ووضحت لنا الامور كلها هتبقى ماشيه ازاي في هذا اليوم الهام جدا. يعني ادوار كبيره جدا بيقوم بيها النادي بشكل عام واللجان كمان المتواجده داخل النادي، مش بس في مقر النادي الاهلي في الجزيره، في كل المقرات في الجزيره ومدينه نصر الشيخ زايد، وقريبا كمان ان شاء الله هيكون في التجمع. فبالتالي اكيد امور عديده ومهمه جدا اتكلمنا عليها. الاهم ان شاء الله برضو يعني خليني وانا بختم معاكم